مسابقة على حضراتكم مرة تانية، والنهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي تهم حضراتكم. خلونا في البداية نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. كان أبرزها استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية للسيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني. شهدت مباحثات القمة المصرية اليابانية لاتفاق على رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع جهود صندوق مصر السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. أيضا بعث برقية تهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وأخبار تانية كتير هنتابعها مع حضرتك. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية لفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، وشهدت مباحثات القمة المصرية اليابانية لاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية كتتويج لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليابان، وأكد الرئيس أنه تم التباحث بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا. كمان احتلت التطورات في السودان جانب مهم من المباحثات، وأكد الرئيس على الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان. امبارح أهدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نظيره الياباني فوميو كيشيدا هدية تذكارية نموذج لمركب الشمس اللي اكتشفت نحو الهرم الأكبر. وقال فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان إن المتحف المصري الكبير هيكون أكبر متحف، وهو رمز للتعاون الثقافي مع مصر. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع جهود صندوق مصر السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وده في إطار الجهود الحثيثة اللي بتبذلها الدولة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة وإقامة توسعات ومشروعات جديدة. امبارح بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وأعرب مدبولي بالأصالة عن نفسه بالإنابة عن أعضاء الحكومة عن تقديم أسمى آيات التهاني القلبية وأصدق التمنيات بهذه المناسبة اللي بنحتفل فيها بعيد العمال اللي بيواصلوا العمل ليل نهار لإيمانهم بأن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد كي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 4 مايو أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وده بدلاً من النهاردة 1 مايو بمناسبة عيد العمال. أيضا في جولة المحافظات معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي حصلت امبارح، منها الانتهاء من بناء وتطوير 83 مدرسة ضمن مبادرة حياة كريمة في قرى زفتة في الغربية. أيضا افتتاح محطة لتحلية المياه بالشيخ زويد بتكلفة 2,600,000 جنيه في شمال سيناء. امبارح أيضا تم انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للأطباء الجدد في محافظة الفيوم، وتم أيضا تنظيم 45 دورة تدريبية للحرف اليدوية في نفس المحافظة. أخبار تانية كتير من محافظات تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الغربية اللي أنهت أعمال بناء وتطوير 83 مدرسة بقرى مركز زفتة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالي تكلفة بلغت 185.6 مليون جنيه. في شمال سيناء تم افتتاح محطة لتحلية المياه في قرية الظهير بالشيخ زويد بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وده في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذكرى 41 لتحرير سيناء. في الشرقية أكدت المحافظة تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الشونة خلف مبنى رئاسة حي تاني، وكمان شارع الهدى بتكلفة إجمالية 5,500,000 جنيه من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وده ضمن خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
في الفيوم شهدت المحافظة انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتهيئة أطباء التكليف الجدد على العمل بمشاركة 57 طبيب وطبيبة بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وبيتم تنظيم هذا البرنامج التدريبي لنقل الخبرات ورفع كفاءة الأطباء الجدد وتعريفهم بالمهارات الأساسية اللازمة للعمل. في البحيرة تم افتتاح حمام السباحة والملعب القانوني بنادي المعدية الرياضي بإدكو على مساحة تتجاوز 13,000 متر مربع لخدمة أكثر من 50,000 شاب وفتاة من أبناء مركز ومدينة إدكو والقرى المجاورة. في كفر الشيخ نظم المجلس القومي للمرأة بالمحافظة 45 ورشة تدريبية على صناعة السجاد اليدوي على النول والخياطة وصناعة ملابس الأطفال والمفروشات اليدوية والتطريز بقرية إبيانا في مركز موتوبس. في جنوب سيناء أعلنت هيئة الثروة السمكية منع الصيد بخليج العقبة وخليج السويس اعتباراً من النهاردة ولحد نهاية شهر أكتوبر المقبل، وده بهدف الحفاظ على المخزون السمكي في المنطقة. في قنا أعلنت المحافظة أنه هيتم الانتهاء من مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الصلحية بمدينة قنا في أكتوبر المقبل، ولحد دلوقتي تم الانتهاء من تنفيذ 90% من الأعمال المدنية بمشروع التوسعات.